هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين مرحبا بلاباسات ولاباسين ديالي فيديو جديده عاوتاني غبرت السيمانه ولكن والله ما بخاطري جايز راه الصهد وما عرفتش شكون بحالي ولكن انا فاش كيكون الصهد كنولي افشل انسانه في العالم والشلل ديال العام كامل كيتجمع عليا. المهم اليوم عندنا قضيه طويله وفيها ما يتقال، غادي نهضروا على القضيه ديال مريم بداوي اللي هي واحده من اشهر باش ما نقولش هي اشهر قضيه جزائريه وعربيه في فرنسا. الا كنتو ساكنين في فرنسا او لا كتبعوا الاخبار ديال فرنسا ولا كتفرجوا في يوتيوب الفرنسي فضروري غتكونوا سمعتوا على هذه القضيه هذه، اما الا كنتو ما عمركم ما سمعتوها فبقاو معايا، انا اليوم غادي نعاودها لكم من الاول قبل ما نزيد نطول عليكم. ليتس جو. مريم بداوي تزادت في 1994 من اب وام جزائريين ولكن تزادت في فرنسا، غتعيش مع والديها بجوج في فرنسا حتى غتكمل 3 سنين، ولكن باها غادي يحصل مراتو كتخونو فغادي يتفارق معاها. منين والديها غيتفارقوا باباها غادي ياخذ الحضانه ديالها فهي غتبقى ساكنه معاه، وفي كل مره كان كيسمعها كتهضر مع ماماها كان كيعطيها قتله ديال الاعصاب بالصمته ديال السروال. منين غتكمل 6 سنين غادي يبدا يقيسها قيسان ديال الراجل ومراه ماشي ديال الاب مع بنته، ومن بعد عامين فاش مريم غتكون عندها 8 سنين غادي يبدا يغتصبها، غيبدا يغتصبها من العمر ديال 8 سنين حتى العمر ديال 10 سنين، فاش غتبدا ديرونجيه ما يبقاش قادر عليها وغادي يقرر انه يبيعها لخوه. سمعتو مزيان، يبيعها لخوه. ما عرفتش صراحه بشحال باعها ليه ولكن خوه غادي يقبل، وخوه كان ساكن في الجزائر فغادي يديها للجزائر وغادي تولي خدامه عندهم في الدار، يعني مساعده منزليه. فاش غتكبر شي شويه غادي يسولوها واش بغات تجوج ولدهم اللي هو ولد عمها وهي غادي تقبل. ما عرفتش صراحه تحت اين ظروف قبلات، واش هددوها واش جوجوها بزز واش هي كانت كتبغيه الله اعلم، المهم غادي تقبل. فعلا غتزوج ولد عمها ولكن ما غتكونش كتمارس معاه العلاقات الجنسيه، يمكن لانها كانت خايفه، يمكن لانها كانت ما باغاش، يمكن مازال صغيره، ولكن هو ما غاديش يرحمها وما غيصبرش عليها وغادي يبدا يغتصبها. مريم غادي تحمل وغتولد معاه بنيه، ومده قصيره من بعد غتعاود تحمل وغتولد وليد غتسميه شريف. منين ولدها شريف كمل عام ما بقاتش قادره عليك الحياه، ما بقاش عاجبها الحال مع راجلها وما بقاتش باغا تعيش في الجزائر، فقررت انها تطلب الطلاق وترجع بحالها لفرنسا. فعلا طلبت الطلاق وهزات ولدها ومشات لفرنسا، بنتها خلاتها في الجزائر وما عليها حتى شي معلومه، ما عرفتهاش كاع صراحه شنو كدير، ما عرفتش سميتها شنا هي. المهم رجعت لفرنسا في 1990 ومعها غادي ترجع باش جاي باش داير غادي تلاقى واحد الراجل اخر، هذاك الراجل كان سميتو تيري دولي، غادي تلاقاه في بادكالي وهو غادي يكون اصلا اب لجوج ديال البنيتات وغادي يبدا علاقه حب مع مريم. وقت قصير من مر البدايه ديال العلاقه ديالهم غادي يقرروا انهم يعيشوا مع بعضياتهم وغادي يتانستالو في ليزاشيليم، هما واحد العمارات كيكونوا كبارين وكيكونوا فيهم مساعده ماديه ديال الدوله، فالناس اللي ما فحالهمش كيمشيو يسكنوا تما والدوله كتخلص لهم الكرا، اولا الا كان عندهم شي مدخول صغير الدوله كتساعدهم على الكرا. المهم تيغي غادي يسكن مع مريم وغادي يتبنى شريف بطريقه رسميه بشرط انه يبدل ليه سميتو من شريف لكيفين باش انه يمسح الاصول ديالو العربيه تماما. تيغي ومريم غادي يولدوا ثلاثه ديال الوليدات، ديميتري في 1992، جوناتان في 1994، وديلان في 1996، يعني كل عامين كانت كتولد واحد. المشكله هي ان تيغي ومريم مع هاد العرمه ديال الاولاد كاملين حتى شي واحد فيهم ما خدام، عايشين غير بلا زيد سوسيال اولا المعاونات ديال الدوله، كيتخلصوا على الشوماج، كيتخلصوا على الدراري الصغار. المهم راكم عارفين فرنسا من اكثر الدول في اوروبا اللي كتعاون الناس اللي ما خدامينش، زائد ان تيغي كان الكوليك كيشرب بزاف ديال الشراب، وكان عنده واحد المشكل اخر هو انه ما كيقدرش يتحكم في الاعصاب ديالو، شحال من مره كيتعصب لدرجه انه كيضرب مريم وكيضرب الاولاد في الزنقه قدام الناس. ونقدروا نقولوا بان التربيه ديال تيغي ومريم للاطفال كانت فاشله، الوليدات كانت عندهم واحد التربيه اللي عجيبه وغريبه، شحال من مره الجيران كيتلاقاهم في العماره كيجريو عريانين وكيبقاو يلوحوا الاتات ديال والديهم من الشرجم. المهم كيف ما كنقولوا ما مربينش، وهاد الكلمه ديال ما مربينش انا صراحه ما كتعجبنيش، فعلا كاين بعض الاطفال اللي كيكونوا مدسترينهم والديهم لدرجه انهم كيكونش عندهم حدود، وكاين اطفال اللي كيكونوا هكا كباسلين لانهم كيعيشوا معاناه اللي حنا ما عارفينهاش، كيكون عندهم مشاكل في الدار، كيكون عندهم مشاكل نفسيه، كيكونوا مأثرين عليهم المشاكل ديال والديهم. فانا شخصيا واخا ماشي ام كنظن باننا ما خصناش نحكموا على التربيه ديال الطفل من البسالات اللي كيدير قبل ما نعرفوا الظروف اللي عايش فيها. المهم مريم شحال من مره كانت كتقول لواحد جارتها سميتها مونيك بانها ما بقاش قادره على الدراري وما كرهاتش تعطيهم لشي جمعيه اولا تبلاصيهم في لي فامي داكو
الماضي اللي هما دوك العائلات المستقبله اللي كيخليو عندهم الوليدات واحد لمده الزمن. وفعلا الخدمات الاجتماعيه شحال من مره كيتوصلوا باتصالات من لونطوغاج ديال دوك الدراري، يا اما العائله ديالهم، يا اما الجيران، يا اما في المدرسه، كيقولوا لهم بان دوك الدراري عايشين شي حاجه ماشي هي هذيك، وبانهم خاصهم يجيو باش يشوفوا الظروف ديال والديهم واش عندهم شي مشكله، لان التربيه ديال دوك الدراري فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. فعلا الخدمات الاجتماعيه غادي يتشيكيو، وداك الشيء اللي غادي يلقاوه على الدراري غادي يصدمهم. فاش غادي يمشيو للسبيطار باش يشوفوا واش هاد الوليدات فايتين جايين للسبيطار، واش عندهم شي امراض، غادي يكتشفوا بان الدراري ديما داخلين خارجين للسبيطارات، وكيكونوا عندهم شي ضرابي اللي صعيب ان الطفل يديرهم الطفل. كيقولوا للمدسان راه دابس مع صاحبي، راه دابس مع خويا، راه دابس مع هادي، دابس مع هادي. ولكن واحد النهار شريف غادي يدخل في الكوما، تخيلوا غيكون حالته حاله بالضرابي، وفاش غادي يفيق غادي يقول لهم بان راجل مو اللي هو تيغي هو اللي بقى كيعطيه العصا تدخل في الكوما. واحد اخر من الوليدات غادي يحيلوا ليه واحد الطرف من الجهاز التناسلي ديالو لانه خدا فيه واحد الضربه خايبه. وبلا ما نهضروا على شحال مره كيمشيو للسبيطار لان كيجيهم نزيف. والحاجه الغريبه هي ان في لي دوسي ديالهم شحال من مره مكتوب انهم جاوا على ودي التهابات في المؤخره ديالهم. ففاش المصالح الاجتماعيه غادي يشوفوا هذا الشيء غادي يقرروا انهم يمشيوا للدار عند تيغي ومريم ويشوفوا دوك الدراري كيفاش عايشين وعلاش مشاو للسبيطار هاد المرات كاملين. منين غيمشيو غيلقاو تيغي في الدار والدراري حتى هما كاينين، ولكن غيقولوا بان الدراري كانوا خايفين من باهم لدرجه انهم ما قدروش يقولوا كلمه واحده الا شريف. تخيلوا شنو قال لهم، قال لهم عافاكم ديوني لشي جمعيه، راني ما بقيتش قادر نعيش هنا مع والديا. فعلا غادي يقبلوه، غادي بلاصيوه في واحد الجمعيه، ولكن الاولاد الاخرين غادي يبقاو مع والديهم. شريف غادي يبقى يعيش في الجمعيه السيمانه كامله من الاثنين حتى للجمعه، وفي الويكاند كان كيمشي عند مريم وتيغي. ولكن مع الاسف حتى شي حاجه اخرى ما غادي دار من غير هذا الشيء، ما غيتحل بحث لا والو، وهذيك لافير غادي تكلاصا سون سويت، يعني حتى شي واحد ما غادي يتابع. ولكن واخا البوليس ما بغاوش يتدخلوا، المصالح الاجتماعيه بقاو حاضرين مع الدراري لانهم حسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك، وديما كيصيفطوا الرسائل للمدعي العام كيقولوا ليه راه هاد لي بارون هادو خاصهم متابعه، راهم ماشي عاديين، راه دوك الولاد كيتعذبوا هادي وهادي. ولكن مع الاسف بدون نتيجه. ومنين غادي يعرضوا على مريم انهم ياخذوا الدراري كاملين ويحطوهم في شي جمعيه، هي غادي ترفض، لان الا الجمعيه خداتهم هي ما غتبقاش تخلص عليهم. يعني بالنسبه ليها ولادها عباره عن مشروع كتشد منه الصالير الشهري. غنزيدو القدام شويه ديال السنوات وغادي يمشيو ل 1998. المصالح الاجتماعيه باقي متبعين الوليدات. واحد النهار غتكون المصلحه الاجتماعيه كتهضر معاهم وغتحس بان واحد فيهم عنده تعامل للطفل اللي تعدى عليه شي واحد جنسيا. غادي يقرروا انهم يسولوا مريم، وغادي تقول لهم فعلا العام اللي فات راه شي واحد اغتصب ليا ولدي في لاكاف، ولكن ما عرفتوش شكون هو. وقالت لهم صحاب ليا ماشي مهم انني نعلم البوليس. كيفاش ماشي مهم تعلمي البوليس وانتي ولدك كيقول لك راني تغتصبت؟ فمنين المصلحه الاجتماعيه غتشوف بان مريم كانت عارفه وما علمتش البوليس، غتبدا تشك بانها باغا تحمي شي واحد، ومريم ما عندها حتى شي واحد من غير تيغي. يعني المصلحه الاجتماعيه غتبدا تشك بان تيغي هو اللي اغتصب الوليد. ولكن مع الاسف مره اخرى هاد لافير غادي تكلاصا سون سويت، ما غادي يتابع حتى شي واحد، وما غادي يكون حتى متهم، وما غيتحل حتى شي بحث. المصالح الاجتماعيه ما حبسوش، كيتقاتلوا على دوك الوليدات. تقريبا كل 6 شهور كيصيفطوا رساله للمدعي العام باش يشوف جهد دوك الوليدات ويساعدهم، ولكن ما عمرهم ما توصلوا لشي نتيجه اولا شي حل. نهار 25 فبراير 2000 مريم غتعيط للمصالح الاجتماعيه باش تقول لهم واحد الحاجه اللي ما كانوش كيتوقعوها. غادي تقول لهم بغيتكم تاخذوا ولادي وتعطيوهم للعائلات. فبطبيعه الحال المصالح الاجتماعيه تسالوا نفس السؤال اللي غتكونوا كتسالوه تنتوما، علاش؟ غادي تقول لهم بان تيغي حاول يلوح واحد من الوليدات من البالكون، والوليد بقى شاد بحال هكا في الحيدات غير بيديه معلق كيحاول يعتق راسو. ومن بعد ما تيغي دار داكشي مشى فوق الكنابي جلس وبدا كيشرب ومخلي الوليد معلق تما بوحدو. عنده الزهر ان مريم كانت لتحت وشافت ديك لاسين كامله، فطلعت كتجري باش تعتق ولدها، لان كل ما عتقاتوش كان غيموت. المحققين اخيرا غيقروا انهم يسمعوا الوليدات. الوليدات فعلا غيقولوا بان ديك لاسين كانت، بان خوهم كان غيطيح كون ما جاتش ماماهم وعتقاتو، وبان تيغي ديما كيضربهم وكيتعدى عليهم. ولكن ماشي غير هادشي، غادي يقولوا بان خوهم ماشي شي واحد غير معروف اللي اغتصبو، اغتصبو تيغي، وبانه كان كيغتصبهم كاملين. ولكن مازال صدمه اخرى، ماشي غير هو اللي كيغتصبهم، كيجيب ناس اخرين كيخلصوه وكيخليهم يغتصبو ولادو. ومازال نزيدكم صدمه
أخرى. ما كانوش هما الأطفال الوحيدين اللي كيتعرضوا لهذا الشيء، كانوا بزاف ديال الأطفال من الدرب ومن المدينة كاملة كيجيبوهم للدار، وكيجيبوا الرجال وعيالات كيعطيو الفلوس باش يغتصبوا دوك الوليدات. البوليس غيسولوا الدراري واش عارفين شكون هما هاد الناس الكبار وعارفين شكون هما الوليدات، فالدراري غادي يقولوا اه ماشي كاملين ولكن عارفين شي وحدين، وفعلا غيعطيو بعض الأسماء ديال الرجال وعيالات، وغادي يعطيو حتى أسماء ديال الدراري الصغار. ديميتري اللي كانت عنده ديك الساعة 6 سنين وجوناتان اللي كانت عنده 8 سنين غادي يقولوا بأنهم ديما كيتفرجوا أفلام إباحية مع باباهم، وشريف غادي يقول لهم بصح هادشي كاين خوتي ما كيكذبوش، وهاد الشيء راه الاطفال كانوا كيقولوه وهما مفارقين، يعني راه ماشي مع بعضياتهم اللي اتفقوا ولا شي حاجه. منين جاوا البوليس نيشان فرقوهم وبداو كيسولوهم كل واحد بوحدو، وكانوا كيقولوا نفس الحاجه، كانوا كيقولوا بان تيغي كيغتصبهم ولكن امهم حتى هي كتعدى عليهم وكتغتصبهم، بعض المرات بادوات بحال اللعاب بحال شي حاجه، وبعض المرات بادوات حاده بحال الفرشاطه وبحال الموس. تخيلوا، وواحد من الوليدات عاقل على اول مره، كانت عنده 5 سنين وكان نوال، وباه جاب ليه كادو فالوليد فرح، ومنين حل داك الكادو لقى كاسيطه ديال فيلم اباحي. تخيلوا الوليد عنده 5 سنين، باه بزز عليه يتفرج في ديك الكاسيطه، ومن بعد اغتصبوا، وكانت هذيك هي اول مره اللي تبعها سلسله ديال الاغتصابات. غادي يديو الدراري للطبيب باش يشوفوا واش داك الشيء فعلا بصح، والاطباء غياكدوا بان الاطفال كاملين تغتصبوا عده مرات، ماشي مره وماشي جوج. ومنين الطبيب غيشوف السجلات الطبيه ديالهم غادي يتصدم، غادي يقول واش هاد الدراري هادو خارجين داخلين للسبيطار كل مرة جايين مضروبين ومعمر البوليس ما تعلموا. وتخيلوا ان الاطفال كان عندهم امراض اللي كتنتقل عن طريق الجنس، كنظن بان كانت فيهم السيدة، واش كاملين واش واحد فيهم واش جوج صراحة ما عرفتش، هاد الشيء هذا كيبقى اسرار ديال المريض، وباش يحميو دوك الدراري ويحميو المستقبل ديالهم ما كيخرجوش هاد الشيء للعلن. الاستجوابات ديال البوليس مع الدراري غادي يبقاو شهور وشهور، وفي كل مرة كانوا كيجيبوا معلومات جداد، كانوا كيقولوا بان باهم معيشهم في واحد الرعب خيالي، بانهم في الليل فاش كيكونوا ناعسين كيلبس الماسكات كيخلعوا وكيجي فيقهم باش هما يبقاو يغوتوا ويبكيو، وعاد من بعد كيغتصبهم. وشي مرات مريم كتساعدو وكتشد لهم يديهم باش ما يدافعوش على راسهم. واحد الجار قال بانه واحد النهار كان دايز من تما على غفله من قدام دارهم، وهو يشوف عرام ديال الرجال والعيالات جالسين في الصالون، وشاف بان كاين تما بزاف ديال الواقي الذكري وكاين الشراب. من بعد الاستنتاقات ديال الاطفال ديال بعض الجيران والناس اللي كيعرفوهم، فيفري 2001 غيقروا انهم يلقيو القبض على تيغي وعلى مريم، ولكن غادي ينكروا كل شيء، غيقولوا بان الاطفال غير كيكذبوا كيتخيلوا داك الشيء. غيبقاو مشدودين، ولكن مريم بشويه بشويه غتبدا تكتب رسائل وتصيفطهم للقاضي، غتقول ليه ان ولادي ما كيكذبوش، داك الشيء كامل اللي قالوه حقيقه، وانا كنستاهل ناخذ العقاب ديالي لان ولادي ما عمرهم ما غينساو هاد الشيء. البوليس غادي يمشيو باش يفتشوا الدار ديال مريم وتيغي، غادي يلقاو 163 كاسيطه اباحيه، غادي يلقاو 12 جهاز تناسلي ذكري ديال البلاستيك، وغادي يلقاو لي منوط اللي كانوا كيشدوا بهم الوليدات. مريم غادي تقول لهم راه جيراني اوغيلي اللي عندها 21 عام وصاحبها دافيد اللي عنده 27 عام حتى هما كانوا كيجيو عندنا وكيغتصبوا الوليدات. هاد الكوبل هذا كان ساكن في نفس العماره في 5 ايطاج. منين البوليس غيمشيو يهضروا مع هاد الكوبل فعلا ما غينكروش، غادي يقولوا لهم بصح هادشي هذا وقع، غايقول لهم واحد النهار تيغي عرض علينا باش نديروا هادشي مع ولادو، وفي الاول جانا هادشي كيعيف وتعصبنا، ولكن واخا هكا قررنا اننا نجربوا، وفاش طلعنا عند تيغي تعدى على ولده وبقى كيقول لنا ديروا تنتوما، وفاش جربنا عجبنا الحال وبدينا ديما كنمشيو. تخيلوا معايا البشاعه ديال هاد القضيه هادي والبشاعه ديال هاد الناس اللي كيديروا هادشي للوليدات. من بعد مريم غتعطي السميات ديال العرام ديال الناس، الخدمات ديالهم مختلفين والاعمار ديالهم مختلفين، وغتقول للبوليس هاد الناس هادو كاملين كانوا مشاركين في هادشي، غتقول بان شي وحدين منهم كانوا كيجيبوا حتى ولادهم باش الاخرين يتعداو عليهم. تخيلوا، فاولاد دوك المشكوك فيهم كاملين غيتحيدوا ليهم وغيتحطوا في جمعيه حتى يكمل البحث. في التوتال كان 17 طفل، ودوك 17 طفل كل واحد كيشوفوا بسيكولوج بوحدو، يعني مفارقين ما كيشوفوش بعضياتهم، وتقريبا كيعاودوا نفس الاحداث بشويه بشويه. واحد الكوبل اخر من دوك الاسماء اللي قالت مريم حتى هما غادي يعترفوا، غادي يقولوا فعلا هادشي وقع. مريم غادي تبدا تلعب على العاطفه ديال القاضي، غتقول ليه بان حياتها كانت جحيم، بانها حتى هي فيكتيم، وبان هادشي كله داروا تيغي، وبانها كانت خايفه داكشي اش ما قدرتش تقول والو. فالقاضي غيقرر يعرضها على اطباء نفسيين. الاطباء النفسيين غادي يقولوا
بان مريم اثرت عليها بزاف الطفوله ديالها وداكشي اللي كان كيدير عليها باها. ومن بعد جوجات بالكوزان ديالها اللي كان حتى هو كيحكم فيها وعمها اللي حتى هو رجعها خادمه. ومن بعد لقات تيغي اللي دار فيها ما بغا وكان كيمانيبوليها وكانت كتسمع ليه. تيغي كان عنده رغبات جنسيه عاليه جدا، ديما 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 كيبغي يمارس. ومريم كانت كدير ما في جهدها باش ترضي ليه الرغبات ديالو، ولكن واخا هكاك ما كانتش كتقدر. غتبقى تطلب القاضي باش يخليها تخرج، غتقول ليها انا اعترفت لك بكل شيء، عطيتك السميات، عطيتك كل شيء، خليني نمشي بحالي. ولكن هو واخا كان باغي ما قدرش، لان الدراري فين ما كيدوز الوقت كيقولوا شي حوايج جداد. غيقولوا بان دوك الاغتصابات ما كانوش غير في فرنسا، كانوا كيدوهم حتى لبلجيكا لواحد الفيرما، وكانوا كيجيو بزاف ديال الناس وكيتعداو عليهم جماعيا. ومنين الوليدات ما كيبغيوش وكيقولوا ما بغيناش نمشيو اولا كيحاولوا يدافعوا على راسهم، تيغي ومريم كيبداو يديروا السينما على اساس هو كيعذبها، وهي كتبقى تقول لهم قبلوا باش ما يعذبنيش تيغي، وهما فعلا كتبقى فيهم مهم اولا كيخافوا ولا ما عارف مساكن باش كيحسوا وكيقبلوا. غيقولوا بانهم فرصهم حتى يمارسوا مع الحيوانات. وفاش القاضي غيسول مريم غتقول ليه فعلا داكشي اللي قالوا الوليدات بصح، كان تيغي كيديهم لبلجيكا لانه هو عنده واحد الشبكه ديال البيدوفيلين اللي عالميه، يعني الناس كيجيو من العالم كامل لتما باش كيغتصبوا الدراري الصغار. فالقاضي غادي يقول لمريم شنو سميت هاد السيد اللي عنده الفيرما، وهي غادي تقول ليه سميتو دانييل لو غران. غتنعد شويه الفيرما ولكن ما غتقولش بالضبط فين كانت، لانها حقا ما عقلاش. فغيديروا جوج من ولادها في الطوموبيلات مختلفين، كل واحد غادي مع بوليسي في شكل، وغيطلبوا من الوليدات يديوهم لداك الفيرما المعلومه. فعلا الدراري غيوصلوهم لنفس البلاصه، ولكن فاش غيوصلوا واحد غيوريهم الفيرما رقم 81 والاخر غيوريهم الفيرما رقم 87. فهنا غيكون واحد المشكل، ما غيعرفوش بالضبط اين فيرما وديال من. وفاش غيسولوا مريم غتقول لهم لا راه الدراري بجوج عندهم الحق، لان هذاك دانييل لو غران عنده جوج فيرمات ماشي وحده، وفعلا كانوا كيمشيو ليهم بجوج. ولكن البوليس غادي يقلبوا مزيان دوك الفيرمات ما غيلقاو فيهم والو. القضيه بشويه بشويه غتبدا تعرف في الاعلام، 16 راجل ومراه مشدودين على قضيه اغتصاب الاطفال، واخا المحامين ديالهم كيقولوا بانهم خاصهم يطلقوا لان من غير الاقوال ديال الدراري وديال مريم ما كاين حتى شي دليل. ولكن القاضي متيق مريم وغادي يرفض انه يطلقهم. والمدينه ديال اوترو غادي تولي عندها سمعه خايبه، غتولي معروفه غير بهذه القضيه هذه. ودابا حاليا في 2022 الا كتبتوا اوترو غتخرج لكم لافير ديال اوترو هي الاولى، وغتخرج لكم التصويره ديال مريم لان بقات عليها هذيك البصمه ديال افير اوترو الى الابد. المهم طبيعه الحال في هذا الوقت هذا تيغي كان مشدود وكان في لاسيلول ديالو اللي ايزولي اولا زنزانة انفراديه، ولكن كانت عنده التلفازه. واخاكم تعرفوا بان السجن راه فيه التلفازه، حيت كنت عاقله في واحد الفيديو ديال القربال فاش شفتوا التلفازه من مورا جيتو كتقولوا واش هذا في الحبس واش ماشي في الحبس. راه بطبيعه الحال كيعطيهم التلفازه، ماشي ديما كيكونوا هما كيختاروا فاش يتفرجوا، شي مرات كيديروا لهم غير الاخبار باش دوك الناس فاش يخرجوا من بعد يكونوا عارفين شنو وقع في العالم. راه ما يمكنش يمنعوا عليهم التلفازه ما يبقاوش عارفين اصلا شنو واقع في البلدان. المهم تيغي كان كيتفرج في التلفازه كتبان ليه مراتو كتهضر، غادي يتصدم وغادي يتعصب، فغيقرر يكتب رساله للقاضي. غيكتب ليه سيدي القاضي الله يرحم ليك الوالدين، واجهني مع مراتي لانها كذابه وكل المتهمين بريئين، وبانها خلقت كل شيء من نفسها وحبكت كل هذه القصه في مخيلتها. وغادي يكتب حتى واحد رساله لمريم غادي يطليها ما يخلي فيها غير اللي ينسى، يقول لها انت كذابه وما كتسويش وكذبتي على دوك الناس كاملين، وانا ما عمري في حياتي ما غنسمح لك على هذا الشيء اللي درتي. المهم من هذا الشيء كامل القاضي غادي يقبل المواجهه، وما غاديش تكون مواجهه وحده غير ما بين مريم وتيغي، غتكون مواجهه ما بين عده متهمين. وهذه المواجهه هذه غادي تدوم 4 شهور من ديسمبر 2001 حتى مارس 2002. في المواجهه الاولى غتوقع واحد الحاجه غريبه، مريم غتبدا تبكي وغتجيها بحال واحد لاكريز وتبدا ترعد، وتخيلوا ان القاضي غادي ينوض من بلاصتو وغادي يمشي عندها وغادي يبقى يسكتها. وهذا الشيء نورمالمون القاضي ما كيديروش، ما خاصوش يبدا يكري علاقه شخصيه بحال هكاك مع المتهمين. وبزاف ديال الصحفيين غيكتبوا عليه بانه يمكن كتعجبو مريم، بانه يمكن في علاقه سريه معاها، يمكن هادي يمكن هادي. شي ناس حتى غيشكوا فيه بانه هو كان داخل معاهم في داك الغيزو ديال البيدوفيلين. وحتى المحامين ديال المتهمين ما غيفهموش التصرفات ديالو وغيكونوا معصبين على داكشي اللي كيدير. وعرفتوا اللي زاد عصب الناس والصحافه والمحامين كثر هي انه بقى شاد كلشي في الحبس الا دوك جوج ديال لي كوب اللي اعترفوا وقالوا فعلا هادشي كاين وفعلا حنا اغتصبنا الدراري الصغار. تخيلوا فالناس كانوا كيتهموا هاد القاضي هذا بقله الكفاءه، بانه كيدير اخطاء، بانه كياخذ القرارات غير بحال هكاك على الله. المهم في وحده من المواجهات غادي يجيبوا دانييل لو غران مول الفيرمات وغادي يواجهوه مع مريم، وهنا غادي تكون الصدمه. السيد ما عنده لا فيرما لا جوج لا خمسه، الا لقى مسكينه باش يتعشى ما قالها حد لحد، كيصايب غير سوارتو على قد حالو وما عندوش حتى باش يشري بارت، ما بقى غير فيرما. مريم كتقول بان دانييل لو غران ولدو اللي سميتو حتى هو دانييل لو غران، فهمت السطره كيحمقوني انا هاد الناس اللي كيسميو ولادهم بحالهم. المهم كتقول بان
انهم بجوج كانوا كيجيو عندهم للدار, بجوج كانوا كيشاركوا في الاغتصابات وهادي وهادي, ولكن هنا بدات كتبين لنا مريم بانها كتكذب, لان السيد اصلا فقير وما عندوش باش يشري الفيرما. علاش هي قالت بان دوك جوج ديال الفيرمات ديالو؟ فمنين مريم غتشرك دانييل لوغون ولدو في هاد القضيه هادي, ولدو غادي يقرر يكتب رساله للصحافه ويفرقع واحد القنبله, غادي يقول لهم بان واحد النهار تيغي جاب معاه للدار واحد الراجل شارف بلجيكي, وجاب معاه واحد البنيته عندها 5 سنين حتى هي بلجيكيه, وبانهم اغتصبوا ديك البنيته وبقاو كيضربوها حتى ماتت ودفنوها في الجرده. فهنا القضيه واخا كانت مصيبه كحله وكانت غاف, غتولي غاف كتر, لاننا دابا مابقيناش كنهضروا على اغتصاب, دابا ولينا كنهضروا على جريمه قتل. فاش القاضي غيسول مريم غتقول ليه اه فعلا هاد الشيء وقع, فعلا تيغي وداك البلجيكي قتلوا البنيته ودفنوها في الجرده واغتصبوها, وغتعطيهم حتى السميه ديالو, غتقول لهم بان سميتو فرانسوا, غتقول بان البنيته كانت لابسه بيجامه وبان داك فرانسوا اغتصبها حتى منين كانت ماتت قبل ما يدفنوها. وهنا المحامين تعصبوا بزاف على القاضي, لانه في عود ما يسولها هكا شي سؤال مبهم ويخليها هي تقول المعلومات, شد هو ديك الرساله اللي كان صيفط ولد دانييل وقراها عليها بالتدقيق, ها شنو قال الولد بان كانت لابسه البنيه, ها شنو داروا ليها, شنو فعلوا ليها, وهي بقات غير كتكونفيرمي داكشي اللي قال الولد. فكيفاش غنديروا نعرفوا واش هو ومريم كيكذبوا اولا لا؟ غيخصنا نقلبوا على الجثه البنيه. فعلا المحققين غادي يمشيو للجرده وغيقلبوها سفاها على علاها, كل شبر منها غادي يقلبوه, ولكن ما كاينه حتى شي جثه ديال بنيه صغيره. وفي بلجيكا حتى شي بنيه عندها 5 سنين ما اختفات, ولكن فرانسوا واخا هكاك غادي يتشد وغادي يتحط في الحراسه النظريه. ولكن نهار 9 في شهر 6 2002 فرانسوا غيلقاوه ميت في الزنزانه ديالو بأوفردوز ديال الدواء, يا اما انتحر يا اما الطبيب عطاه لا دوز ديال الدواء كثر. المهم وحده في هاد الجوج, وهاد الشيء هذا غير غادي يصعب القضيه, لان الناس غيبداو شاكين واش فرانسوا فعلا دار داكشي وخاف من الشوها فقرر يقتل راسو. ولكن لا, فرانسوا ما دار والو, لان ولد دانييل لوغران اللي كان اصلا هضر على هاد البنيته هادي وفرقع هاد القنبله غيفرقع قنبله اخرى, غادي يقول لهم هاد القصه هادي كامله من نسج الخيال ديالي, هذاك السيد ما عمره ما دار شي حاجه وما عمر ما كانتش بنيه بلجيكيه تغتصبات اولا تقتلات اولا دفنات في الجرده. قال لهم هذا كان فقط فخ بغيت مريم تطيح فيه وبغيتها تعترف بقصه اللي اصلا ما كايناش باش تعرفوها راه كتكذب. هنا من بعد ما بان لهم داك القاضي دار بزاف ديال الاخطاء غيقروا انهم يصيفطوه لباريس لسيرفيس ديال الارهابات وغيجيبوا قاضي جديد. ماي 2004 غتبدا المحاكمه. في كل جلسه كانوا كيكونوا مئات ديال الناس, ما بين العائلات ديال الضحايا, ما بين الناس اللي غير جايين يتفرجوا, ما بين المحامين اللي هما كيعرضوا راسهم على الضحايا باش يدافعوا عليهم, ومنهم محامين اللي مشهورين بزاف في فرنسا. تخيلوا ان في التوتال كان 21 محامي, يعني المحامين كثر من المتهمين. في الجلسه ديال 10 ماي 2004 تيغي اخيرا غيدير اول اعتراف ديالو من بعد ما دوز هاد المده كامله وهو كينكر. غيقول لهم فعلا انا كنت كنغتصب ولادي, ولكن ما عمري ما قصت ولد شي واحد اخر. المشكله هي ان في ديك المحكمه النيت اللي غيعترف فيها تيغي غيجيو حتى الوليدات كاملين يدلو بالاقوال ديالهم, وهنا غادي يوقع واحد المشكل. المحامين غيبداو يحسوا بحال الا الدراري كيكذبوا, يمكن ماشي في كل شيء ولكن في شي حوايج كيكذبوا. واحد البنيته من دوك الوليدات الضحايا غتقول بان اغتصبوها ثلاثه ديال الرجال, ولكن في الدوسي ميديكال ديالها البنت بقى عذراء وما عمرها ما تقاست اولا تغتصبات. وليد اخر غادي يقول بان وحده من المتهمين كانت خدامه في المخبز اغتصبات, ولكن المحامي ديالها قدر يثبت بانها ما عمرها ما قاست. واحد من ولاد مريم غادي يقول بان وحده من المتهمين شافها كتقتل راجلها بالبالا, ولكن في الحقيقه راجلها راه كان جالس تما في المحكمه وحاضر للجلسه ديالها. والكذبه الخطيره هي ان فاش غيسولهم القاضي على ديك القصه المخترعه ديال البنيته اللي تغتصبت في الدار وتقتلات ودارت في الجرده وكل شيء, كاملين غادي يقولوا اه فعلا داك الشيء وقع وحنا شفنا البنيته تغتصبات ودفنات في الجرده. وهنا غادي نعرفوهم كيكذبوا, لان ديك البنيته اصلا ما كايناش. غتسالي هذه الجلسه وغندوزو الجلسه ديال نهار 18 ماي 2004. مريم غادي تراجع على الاقوال ديالها كاملين وغتقول بان داك الشيء كامل اللي قالته غير كذوب, غتقول بان المتهمين كلهم بريئين من غير دوك جوج ديال لي كوب اللي اعترفوا, وقالت بان غير ولادها ولاد واحد من دوك لي كوب اللي كانوا كيتغتصبوا, اما الدراري الاخرين ما عمرهم ما تقاسوا. غتبدا تهضر ظريفه بزاف مع دوك المتهمين, غتبدا تقول لهم سمحوا لي انا راني مريضه ما حسيتش براسي فاش درت هذا الشيء وهادي وهادي, وغتقول لهم بان داك القاضي اللي كان ظريف معاها هو اللي قال ليها اتهمهم وما قدرتش ترفض ليه الطلب ديالو لانه كان ظريف معاها بزاف وما عمر شي راجل ما عاملها بحال اللي كيعاملها هو. المتهمين واخا كانوا معصبين بزاف لان الاكثريه منهم خسروا عائلاتهم, مابقاوش باغيين يهضروا معاهم, خسروا ديورهم, خسروا خدميهم, يعني خسروا كل شيء, حياتهم كامله تدمرات, وفي الاخر جات بحال هكا عادي قالت لهم حقا ما حقا غير كذبت.
أيام من بعد غتكون جلسة أخرى، نهار 24 ماي 2004. مريم غتقول لهم عقلتوا داك النهار فاش قلت لكم راه المتهمين بريئين؟ إوا راك غير كنكذب عليكم، راه بصح كلهم داروا داكشي والأقوال ديالي الأولين هما الحقيقيين. وفي ديك الجلسة نيت ثلاثة من الوليدات اللي هما ضحايا غادي يتراجعوا في الهضرة ديالهم وغايقولوا بأنهم غير كانوا كيكذبوا لأنهم سمعوا أصحابهم كيقولوا داكشي فبغاو يقولوا بحالهم. ولكن 12 وليد آخرين ومعاهم ولاد مريم كاملين غيبقاو شادين في هضرتهم وكيقولوا بأن داكشي كامل اللي عاودوه حقيقي. نهار 2 جويلية 2004 اخيرا نطق بالحكم. القاضي غادي يقول بانه دوك 12 ديال الاطفال كلهم ضحايا وغادي تحكم لهم المحكمه كل واحد ياخذ 30 مليون فاش يديروا 18 عام. 10 ديال المتهمين غادي تثبت عليهم التهمه وبطبيعه الحال بما فيهم تيغي ومريم. تيغي غادي ياخذ 20 عام ديال الحبس ومريم غادي تاخذ 18 عام. وهذوك الاخرين بلا ما نقولهم لكم كاملين بالسميات ولكن غادي ياخذوا من 7 سنين حتى 3 سنين. هذا الحكم هذا صدم المحاميين، ما فهموش علاش تحكموا هاد الاحكام القاسيه على الناس غير حيت مريم قالت لهم بانهم متهمين والدراري شهدوا فيهم واخا تثبت بان الدراري كذبوا عده مرات. فبطبيعه الحال المحامين غادي يطلبوا استئناف وسته من هادوك المحكومين غادي يتبرؤوا، غادي يبقى غير تيغي ومريم وغيبقاو دوك جوج ديال لي كوب اللي اعترفوا على راسهم. مريم خرجت من الحبس 8 سنين قبل، كانت خصها تخرج في 2019 ولكن خرجت في 2011 لان جاها العفو. هو الصراحه ماشي عفو، كتكون غوميز دو بان يعني كينقصوا لهم شويه من الحكم ديالهم. غتبقى شحال وهي جالسه في واحد الجمعيه ومن بعد غتمشي تاخذ بارتما بوحدها. مريم ما عمرها ما عاودت شافت ولادها وما بقاتش عندها حياه اجتماعيه بتاتا لان كلشي بعيد منها. تيغي حتى هو غيخرج 6 سنين قبل، كان خاصو يخرج في 2024 ولكن غادي يخرج في 2016. في الحبس كان جا واحد المرض اللي خايب بزاف اللي هو سكليروز اون بلاك. فمنين خرج من الحبس مشى لواحد السنتر اللي مختص في هذا الشيء وبقى عايش تما في تولوز. في داك السنتر غيتلقى واحد السيده اللي هي مريضه وعندها اعاقه وعلى ما كيقول هو غادي يتزعط فيها زعطة خايبة غيولي كيحمق عليها ولكن غيولي يطلب منها خدمات جنسية. وهي ما كانتش باغا لانها ما كانتش كتبادلو نفس الاحساس، هي كانت كتخاف منه. مين ما غادي تبغي دير معها شي حاجة غادي يبدا كيقيسها شي قيصان اللي خايب وغيبدا كيحاول يتعدى عليها. فهي غترفع به شكاية من مور شكاية وغيتجمعوا عليه عدة شكايات فغادي يشدوه البوليس وغيعتقلوه. وفعلا غادي يتحكم عليه بعامين وغادي يبقى في الحبس وغتكون عنده متابعة نفسية وطبية لان السيد ماشي هو هذاك. تيغي تقبل الحكم بصدر رحب وما بغاش كاع يدير استئناف. واحد من دوك المتهمين اللي غادي يتبرؤوا سميتو فرانك لافيي غادي يرجع للحبس في 2016 لان بنته اللي عندها 17 عام غتديكلاري بيه على اساس انه اغتصبها. فهاد الشيء كيخلينا نتسائلوا واش المحكمه برئاتو غير هكاك؟ لان نقولوا كاع دوك الاطفال ظلموه، ما كنظنش بان بنته عندها 17 عام يعني راه ماشي صغيره انها غادي تظلمو. الشريف ولد مريم حتى هو غادي يتشد في 2022 لان صاحبتوش كاتبيه تهمته بمحاولة قتل. وهاد لافير غادي صراحة باقا جديدة، يلاه وقعت هاد العام هذا فما عرفتش بالضبط شنو داروا معاه. الدراري دابا بطبيعة الحال كاملين كبروا ولحد الآن باقين شادين في الأقوال ديالهم، لحد الآن باقين كيقولوا بأنهم عاقلين عندك شي كيفاش كان كيوقع واخا كانوا صغار، باقين عاقلين على الوجوه وبأن دوك المتهمين كاملين اللي خرجوا براءة كانوا كيغتصبوهم وكيتعداو عليهم. وتقريبا الدراري كاملين كتبوا كتوبة وكل واحد عاود القصة ديالو من وجهة النظر ديالو. كانت هادي القصة ديالنا ديال اليوم، قولوا لي شنو بان لكم؟ شكون بان لكم كيكذب؟ شكون بان لكم كيقول الحقيقه؟ واش بانت لكم مريم فعلا هي دايره هادشي كامل وكذبات على دوك المتهمين؟ علاش بانوا لكم ان الاقوال ديال الدراري كل مره كيفاش كيكونوا بحال كيكذبوا؟ واش حتى هما كتمانيبوليهم؟ لان انا ديك القضيه ديال ديك البنيته اللي دفنت في الجرده دوخاتني علاش كاملين قالوا بان البنيته كاينه وهي في الحقيقه راه غير كذبه. قولوا لي انتم شنو بان لكم في هذه القضيه هذه اللي كتحبس المخ؟ انا خصني دابا نخرج من هنا نشوف كيفاش وليت بحال شي حلوه ديال لاكريم خليتوها برا. كنصيفط لكم بوسات كبارين بداتو بزين ديالي. شكرا مره اخرى على الحب ديالكم، نتلاقى معكم فيديو اخرى. باي باي.